الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، قصة عجيبة، قصة غريبة، أسكرامي أسدناك هنا تاريك نوزاري جيلات فيك الربط. يقول محمد ابن المنكدر: رجل من الصالحين، رجل من علماء تابعي التابعين، أبا عبد الله محمد ابن المنكدر. كتابعي يشبه لا كنبرو تلالك سوي تشاندو ناتشو. هين قصة الساتشو ناتشو تقرمو ونيتاو أسجنك واتشو لن يستلالفو لن ميلالو. في يوم من الأيام قحط أهل المدينة، أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك زي يا رسول عليه الصلاة والسلام كتمان واريوج زناب أتو بدرك تقدو. إنام رسول عليه الصلاة والسلام أن يستمروا النقر على زناب ستفا استسقاء مبال صلاة على لذا تسباس بوتو، فخرجوا يستسقون فما سقوا. الله سبحانه وتعالى زنابن اندي لقساتشو اندي اورد اللاتشو لمنا بنكي سوطو الله هنم لمنو نقرقن ما نزل المطر. نعم زنابن قن انا قن يمنبر. كل اهل المدينة يمدينة سوبات تقالا يوتوان يمدينة سوج النزاع صالحج النزاع عبادج. عجيب نو يزانك الليت استسقيت سجد بتريت لي. يقول محمد ابن المنكدر: كنت في تلك الليلة في المسجد، وكان المسجد مظلما. يزانك أن الليت مسجد است نبركن يارو يا رسول عليه الصلاة والسلام مسجد است انهم مسجدون جلم مبلو نبرهلو انهم مسجد است كمسجدو مسوسوش عندو لي دقف بيه كوش بيه اللهن كزيام. فدخل رجل لا أعرفه، عند يما لاوكو سو ودا مسجد قبا ألو، ولم ينظر إلي وكان متوحشا ببرده. سي قبا تكنان بو نبر تشفافنو نبر أنين ألت ملكتين يمارو. كزام ودا مسجد ودا وستقبانا أول سفلي قومو كتاون أسكمتو صلاة المسجد جمرة صلاة المسجد وجرسنا الجون ودلاي كفا درقو الله هني لمن الله هني ماسن ارسوني يا ودس ارسوني يا مسجن تهيزو. ثم قال كزيام من ديهالة: أقسمت عليك يا رب لما سقيتهم. الله وي يا مدينة سوتش زناب اندت لقساتش وبانت وغمل ببهلو. سيل الله سبحانه وتعالى نما تسننا فالله لا يمل تيازو ألو ابن المنكدر. يقول: قلت في نفسي هذا الرجل مجنون، من هالكن يالو محمد أبا عبد الله ابن المنكدر من هالو سويه واسقر من يار يسويه ابدنا ويس من دنا وبيه راسين اسكمت ايك ترساب. انتي كل اهل المدينة خرجوا الى الله يستسقونه وما سقاه. يا مدينة سويش باتك على يوتو الله سبحانه وتعالى زنابا دي لقساتشو زنابا دي اورد اللاتشو لمنوت زنابا لستاتشو ما لقساتشو ما الله سبحانه وتعالى.
وأنت تقسم على ربك أن ينزل المطر. عندو أنت من هنا هنا ونقدستي الله سبحانه وتعالى زنابن اندي ورد براسو ملهم متطيقو ما نهنانو سل كراسي لاي قار أموهقتنا نفسيين اتأيك انديهم بسو يؤقرم تياس كنيالو. يقول فعجبت من أمري هنيتاو أسكر من يالو نقرقن يسو ييب الله سبحانه وتعالى يمال دعاون ياد الرقس هلا قنا أجون كوان زك سايد رقو مبرك يسمى جمر وديوم زناب مزنب جمر علو. الله أكبر من أين تصالح سو بهنو؟ من أين تلك سو بهنو؟ من أين إيمان يهلو سو بهنو؟ يا الله كزيام يسوي زناب دمسي سما فأخذ يبكي يا لقس جمر وهو يقول من أنا حتى تستجيب لي من أنا حتى تستجيب لي ما ننجنا نوقيت أيوي دعاين تقبله زنابنا وررك ما نهنجنا إيالك كسى الله سبحانه وتعالى بأقر موتي تأيك تقتل عثوا بحولك وقوتك قيت أيوي بجلوتا ببلهاته بهيال النتبه أنت تتبك اللون إيالك الله سبحانه وتعالى إياه ودس رسول إياه مسجنة صلاة نمي يسجد فجر صلاة درس كتلا ألو كزيام يفجر صلاة كتسجد بوهلا كمسجير سيوت أتكتي يوهر كن يالو ما أنو جيتنو يمينورو ما أكفل لكن يالو تكتي يوهر كن كيت اندمينورم خاوكوين بوهالا تملسكو كزيان بوهالا كضوحة صلاة بوهالا اين سويي لما ناقر ودا ادراش شاوهير كوينيالو كباو سايو يا سويي جاما يمي عدس جاما يمي تقن يمي سراسو نبر فإذا هو إسكافيو أهي يسليه الأحذية جامع داش نبر فقلت له يا فلان كزام قبه إن أكله بيت الرهن قناس يا إن رسولين يهو كنيال يا أبا عبد الله يا عبد الله أباتوي زاري من قطر ومتاه من التبابره من لحقزه خف الإسرال لهندي يما قزه نقر على بلو يتأييك أين جمّر ألو كذابو هلا أنيس جامال هدس ويم دمولة قدّايا لمتّهنّم نقرقن تلانتنا لليتي هونون أيتشال لهين تزبّيا لهين سلسولا ورا سلسولا وقهني متّهوتين بسو تقرم منو ألكوتين إلى اللو محمد ابن المنكدر يهيني سمّو يا جامّا أداش يا مسكين سو يا دها سو يا مؤمن سو بتقام تبسج في تتلوّت تبسج بينيارو تنادد بين عندو سلزي من أجبا لأن أنت نكوم يا جنان النجاريل سلزي مرات ألف اللقم سوي يود استني على النبرم كذهم بها لا ألو محمد ابن المنكدر وتأتي كبيت هير كنيارو هير كنيارو بولت تنياو كان مسجد جت أبكوت علمت أمره بس وستنياو كان عند جنام علمت أمره من هنا نوالكوي ما هو قال لبيني هنا ثناسي شيء وده بيت هير كني فذهبت إلى البيت لأسأل عنه من هنا عند هنا لما رجعت ودبيت يركوني
እዛም ስደርስ በር ላይ አንዲት አሮጊት ሴት ይቆማ ነበር። ምን አለችኝ? ያ አባ አብዱላህ ماذا فعلت معه? ያ አብዱላህ አባት ወይ ምንድነው ከሱ ጋር ያደረከው? በምን አስከፋኸው? በምን አስቀየምከው? ምን አውርተኸው ነው? ትላንት ወይም ከዚያን ቀን ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ካንተ ጋር ከተለየ በኋላ ጀማዓ امتعته وخرج من البيت ولم يرجع ለቃውን በአጠቃላይ ሰብስቦ ከቤት ወጣ ከዛ በኋላ ኮስካውን ድረስ አልተመለሰም ማለችኝ ይላሉ ابن المنكدر ይህንን ቂሳ ሲናገሩ መጨረሻ ላይ ምን አሉ بحثت عنه في المدينة كلها فلم أره ولم أسمع به كذاب هلا مدينة وستيان سوية هلوم بوتافل هالكوت كذاب هلا أيتشوم سلرسو سمتشم فتسمو ألاو كمارو يا سبحان الله عجبنا والله نعم يقدمت سوج አባቶቻችን እነዛ ሙእሚኖች እነዛ ሷሊሆች ስራቸውን ይደብቁ ነበር ከአላህ ጋር ያላቸውን ግንኙነት አላቃ ድብቅ ያደርጉ ነበር ስራቸውን ለአላህ ብቻና ብቻ ጥርት አድርገው ያቀርቡ ነበር ሙኽሊሶች ነበሩ ነዓም ከዚህ ቂሳ ሁለት ዋና ዋና ቁም ነገሮች እንወስዳለን አንደኛው إخلاص يمتسرون سرا لا الله بيتش أدرك ملكام سرا وچين دبك أدرك أجو نجي يوم القيامة نجاي وطوال لا يولين لا يسمولين لا سووش أدنا قوت سران كم سرات تقوت كل التنية والله من امدها بتون መልካም ወይም ጥሩ የሆነ ገጽታ ባይኖር ስልጣን ባይኖር እንዲሁም ደሞ ገንዘብ ሀብት ይሄ ሁሉ ነገር ባይኖር ጥርት ያለ ኢማን ካለ አንተ አላህ ዘንዳ ቦታ እጅጉን ከፍ ያለ ነው ከፍ ያለ ነው والله ለምን ሚዛኑ ተቅዋ ነውና ميزانه تقوانه نعم قال الرب جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم كنا أنت الله زندا بلاجو ما أنه الله يمي فراو فالله فريونه سلزي الله زندا بوتا ميازو بغنز بايد اللم በመልክም አይደለም በጎሳም አይደለም በስልጣንም አይደለም ነገር ግን በተቅዋ ነው አላህ ከመተቆች ያድርገን هذا والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته